وقفة عفوية ضاطبة أمام محيط السفارة الأمريكية بنواكشوط، تنديدا بالتصعيد الخطير الذي شهده قطاع غزة البارحة، والمتمثل في القطع الكلي للاتصالات والإنترنت في محاولة من العدو الصهيوني للاستفراد بالقطاع وارتكاب المزيد من المجازر بعيدا عن عيون العالم وبدعم أمريكي. رؤساء أحزاب ونواب برلمانيون التحقوا بالوقفة العفوية مشددين على أن ما يحدث في غزة لم يسبق له مثيل، وأنه لا مناص من الخروج والضغط المتواصل أمام السفارة الأمريكية، حيث لا فرق بين إسرائيل وأمريكا. الآن غزة تصب عليها النار على مدار الدقيقة، ما هي ساعة، على مدار الدقيقة. لحد مطلوب من هالمونيتان أنهم يأخذوا عن بكرة أبيهم قدام هذه السفارة اللي دولته هي راعية الإرهاب وهي إسرائيل. ما في فرق بين أمريكا وإسرائيل، لولا أمريكا ما تود إسرائيل. فهم هذه الدولة هي راعية الإرهاب وهي رأس الإرهاب، ويلا سفارة هذه تمدها قدامها 24 ساعة، لأن هذا اللي يخلق جرائم أمريكا، ما إسرائيل دون أمريكا ما يخلق. هاي جرائم أمريكا والإبادة اللي عدلها أمريكا بالسلاح الأمريكي. نحن نتابع هذا المساء، هذه الليلة، هذا التدمير، هذا العدوان الوحشي بلا حدود على الأهل في غزة وهم في ظلمات الطائرات والمدافع والبوارج البحرية، يستهدف شعبا ضعيفا لكنه قوي بإيمانه، قوي بمقاومته، قوي بمجاهديه. المشاركون في التظاهرة طالبوا بضغط شعبي كبير على السفارة الأمريكية حتى ترحل عن بلادنا، لأن بقاء أي مجرم على أرض الجمهورية هو أمر مشين ومرفوض. وظاهر أن الشعب الموريتاني الليلة يا الله يحصر على استفارة دعم الإرهاب ودعم القتل ودعم الإبادة. السفارة الأمريكية يمشيلها رسالة احتجاجه على جرائمها الفظيعة ضد الشعب الفلسطيني، حماية الكيان الاحتلال ودعمه له وعدم خجلها من الجريمة الكبرى اللي تمارسها. من الشعب الموريتاني يا الله يوقف الآن قدام السفارة، من نعتله أن عمل راخي وجني، ونعتله امتعاض وشجبه، ويطالب أن ترحل عنه بذي الطريقة، ترحل عنه، لأن بقى مجرم قاتل سفاح على أرضنا مشين ورافضينه مهما كانت فوائده. والله لا أدري ماذا أقول، ما أعلمه أنني لم أستطع الاستقرار في بيتي وأنا أتابع التلفزة، فجئت هنا كي يعبر عن غضبي، كي يعبر عن ألمي، كي يعبر عن خيبة أملي في هذا العالم الظالم الذي ينظر إلى هذه المجازر وينظر إلى هذا القصف وينظر إلى هذا التجويع وينظر إلى كل هذه المشاهد التي واحدة منها تكفي لأن يهب العالم لإيقافها. قتل الأطفال يكفي لأن يهب العالم، قتل النساء يكفي لأن يهب العالم، تجويع الكبار والصغار يكفي، قصف المستشفيات يكفي لأن يستيقظ من كان نائما، يصحو ضمير من كان غافلا. وردد المشاركون في الوقفة التي دعت لها المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية في غزة، ومطالبة بطرد السفارة الأمريكية في موريتانيا.